arrière-plan. ايوه طبعا، لانه في النهايه في السياسه وفي الحكم وفي علاقه بالمواطنين ثمه مسائل كانت ولا بد وهي من الماضي وفي المستقبل وفي كل الحالات تعتمد هي المسألة الاتصالية بعموم الرأي العام، لأنه أي حدث من هذا القبيل حتى ما يمسش المواطنين مباشرة، يمسهم بصفة غير مباشرة ويؤثر على ما يعرف بالمزاج العام. اليومين مثلا قدامنا زوز مسائل أنا باش نقسمهم. الأولى مسألة الإضرابات، كان إضراب البريد، الآن إضراب أعوان العدلية، إضراب القطاع الصحي، الأطباء، ولكن في المقابل لا نرى أجوبة من قبل الحكومة فيما يتعلق بمشاغل المواطنين في علاقة بهذا الإضراب. هل لا نتحدث عن شرعية الإضراب من عدمه، معقوليته مش معقوليته، عن إمكانيات الحكومة الاستجابة من عدمها، ولكن أي حدث من هذا القبيل لديه تداعيات. اليوم إضراب العدلية راه ما يمسش فقط أعوان العدلية، عنده تداعيات في الجانب المحكمة ككل، وخليفة يا جماعة يحكي لكم على الكتبة متاع المحاكم. أي كتبة المحاكم، ولكن القاضي ما يشتغلش بدون ما كتبة المحاكم، المتقاضي نفسه مضطر لكتبة المحاكم في تحرير معناها الأحكام وفي نشرها وفي طبعها وفي مدها للسادة المحامين. موجودين وفما حتى شكون طلب سماح من مواطنين كانوا موجودين، قولوا ما لا غالب راهيوني، أما راهو الخدمة واقفة. وتعرف ثم قضايا راهو كيما تجلس سيومتها قد تتأجل شهر وقد تتأجل 20 يوم، لأن القاضي أمامه ألاف المؤلفة من القضايا، وهذه القضايا عندها تبعات. واحد عنده مشكل متاع شاك قد تتعطل مصالحه، والآخر موقوف فرصة باش يخرج لأنه سينصفه القضاء في حقه في هذا الجانب، الآخر عنده مشكل عقاري، هذا عنده مشكل مالي، هذا عنده مشكل أسيرونس. يعني القضايا على كلون يا كريمة بالألاف، احنا قلنا راهو يواجه القضاة في 30,000 قضية وأكثر في السنة. يعني قضية كي تاخو حظها يومتها وتتحدد راهو قد ما تجدش فرصة أخرى في قادم الأيام. لكن في المقابل الحكومة كأنها وضعية ما تعنيهاش، ما توضحش للمواطنين شنية الإجراءات البديلة في هذا الجانب، شنية الإمكانيات، ممكن مفاوضات، استجابة مش استجابة، هذا مش موضوعنا في هذا الجانب. ولكن أنا كمواطن الآن نعيش حالة تضرر بنفس المقاس في علاقة بالقطاع الطبي. راهو زاد في الطب وقت اللي ضربوا ولا الأعوان الشبه متاع القطاع الصحي أو غيرهم، راهو ثم مواطن يكون عنده موعد باش يعمل معايدة عند الطبيب أو باش يعمل تصاور أو باش يشوف معناها تحليله، راهو ذاك يتأجل. تعرف ثم مواطنين يجيوا من جهات داخلية مثلا في العاصمة أو في سوسة، يجيوا من جهات داخلية للمستشفيات الكبرى في سوسة أو في صفاقس وغيرها، ياخذ الموعد ساعات يوصل يعمل تدخلات ويشوف فلان وفلان، يعني وقرب له الموعد وغيره باش يتحدد له في ظرف 3-4 أشهر، ولكن في النهاية الموعد هذا ما يتحققش بفعل هذا الإضراب. كما قلت لك نعود ونؤكد ما نش نناقشوا في شرعية الإضراب من عدمها، معقوليتها مش معقوليتها أو إمكانية الحكومة، ولكن هذا عنده تداعيات على المواطنين. المسؤولية الأولى والكبرى على الحكومة خاصة في الجانب الاتصالي، لأنه الجانب الاتصالي هو اللي بيخلق في نهاية الأمر الانتباه عند الرأي العام أننا في وضعية مطمئنة من عدمها. أغزر تتداخل هذه المسألة مع مسألة ثانية، هي ما يقال ما يشاع الإشاعات الحقائق من عدمها. شوف أنت قد شد موضوع مثلا استقالة السيدة نادية عكاشة على مستوى الرأي العام، فيتحول إلى انهمام، وهذا الانهمام قد يتحول إلى مخاوف، فتدخل المعطيات بعضها بالنسبة للمواطن اللي معني بالضرورة بشأن بلا هو استقال، هي أزمة، هو ثم مشكل شقوق، هو من عدمه، هو ربما ثم تداعيات في علاقة وزير الخارج، هو وزير باش يستقيل، ثم ناس تتحدث عن وزيرة مالية مستقيل، الآخر يقول لا يبدو رئيس الحكومة تحب تستقيل، والبارح خرجت وزير النقل، ما الله أعلم شنو صحيح، طلع علينا بوشلاكة من الخارج قال لا الرئيس مشى في زيارة سرية، يعني ماشي في الليل تقول باش يسرق وماشي وفاق فرنسا ورجع وفاق بيه فلان، ولكن لا هذا موجود. وصلنا حتى والآخر يعمل في سيجارو قدام شارد دوغول شاف قيس سعيد متعدي معناها، ولكن هذا راهو يؤثر على الرأي العام، وهي مسؤولية دوما للحكومة أن تجيب حتى كانها غير جدية هذه المعطيات، ولكن تطمني أنا كمواطن شفنا هذا. هل كذلك هل هو اختيار؟ ما هذا هو السؤال، إذا كانوا اختيار
ماهوش في محله في كثير من الحالات، في محله في بعض الحالات كي تصبح مجرد أقاويل لا معنى لها، ولكن في حالات ما يلزمش يكون اختيار، لأنه قلت لك المواطن معني يعرف كيفاش باش توصل الأمور، ربما باش تعاود الإضراب ما يتعاودش، ربما الدعايات هذه صحيحة أو خاطئة، لأنه يطمئن. لاحظ أنه التشويش هذاك أثر حتى في معطيات في علاقة بالكورونا، في لحظة معينة ولين نتحدث عن الكورونا والعدوى في المعاد قريب وكل صغارنا باش يموتوا، الآخر يقول لا الإصابات مش خطيرة، الآخر يقول الإصابات محدودة، الآخر يقول لا الإصابات كبيرة ومخبينها. وقت يظهر الاتصال هذا الحكومي والرسمي يعطي طمأنة المواطنين، كعلاش قلنا الاتصال ضروري، مش بالضرورة أنه يجيب على كل شيء، ممكن أنا تو خرج إشاعة وكذبة وغيرها ويقعد هو يتبع فيه، ولكن ما يتعلق بالرأي العام بانهمام المواطنين يلزم يخلق الانتباع الإيجابي. وقت تخرج اطمني أنا عندي فيك ثقة لأنك أنت مسؤول في هذا الاتجاه، وكل مسؤول كي يختفي يترك مساحة للإشاعات الصحيحة والغالطة والمواطن معناها العادي البسيط يشتغل على نفسه اللي يحب يطمئن على أوضاع بلاده يتأثر عليه كما قلت وصلنا نقول الفلوس من جات لاخر قال هاي الورقة بيضة جديدة، لاخر يقول لا مطبوعة، هذا يقول لا مش مطبوعة، لاخر يقول دبروا روسهم، وليناش الحياة العامة بهذه الكيفية. شنو الورقة مطبوعة مش مطبوعة؟ الأوراق ما منين باش يجيو الأوراق؟ ما هو فيهم الدجاجة ما هي مطبوعة فيها؟ لا يعني نقصد أنه نضخ في طبع أوراق غير موجودة من أصلها. يا كبير يا كبير شو مازال نقولوا كيف؟ اسكت علينا. تفضل. باهي. حكيم صباح النور. صباح النور صباح الفل. خلطنا 30 قد قد والله حالفة عليك اليوم خليفة نيجي. صباح النور يا نيجي. صباح الفل صباح النور. هذا دخل في سياق التآمر. التآمر كنت هذه لغيق نو